علشان اصور المشهد اللي انا فيه ده، احتفال واحتفاء بالنادي الاهلي بعد 111 سنة. عملت فيديوهات كتيرة جدا، مش قادر الاقي كلام ينم عن مدى سعادتي باسم وكيان النادي الاهلي. صحيح انا لا انتمي للاسره الاهلاويه، ولكن ما يفعله وما فعله وما حققه النادي الاهلي جدير بالاحترام، جدير ان نفتخر به كل من هو في المنظومه المصريه الكرويه او الرياضيه. النادي الاهلي تاريخ عريق كبير جدا، فعلا جمهور النادي الاهلي يشكر ربنا على نعمه ان هو اهلاوي. 111 سنه، اتى من اتى وذهب من ذهب، ولكن يبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي، نادي كبير جدا. كل من يدخل داخل جدران النادي الاهلي يعلم جدا قيمه هذا النادي، انتماء، عقيده، حب. حتى التطلع او البقاء في الرياضه مش موجوده غير في ناديين او ثلاثه على مستوى العالم، منهم النادي الاهلي. اعتقد ان التاريخ بتاع 111 سنه شاهد على كلامنا وشاهد على ما يقال في الوقت الحالي. مبروك للنادي الاهلي، وكل سنه والنادي الاهلي طيب، وكل سنه والنادي الاهلي كبير وعريق وصاحب بطولات وصاحب انجازات. النادي الاهلي واحد من الانديه القليله جدا اللي يخليك وانت بتتفرج على مباراه وسط اي حد موجود على مستوى العالم راسك لفوق. فعلا ارفع راسك يا اهلاوي، فانت اهلاوي. كل التوفيق وكل سنه وانتم طيبين ودايما لقدام، ومبروك للنادي الاهلي.